واحد المجموعه من الانشطه اللي تساهموا بخصوص الشارع، من بينها حمله النظافه التي شملت بعض الاحياء اللي كانت في شارع الحيروان، نظافة عامة، مجموعة الأسباب، لقينا الطرقات لا من ناحية الحرفيين ولا من ناحية الساكنة ديال المنطقة. من بعد شملات الأنشطة ديالنا ولا شمل النشاط ديالنا، دخلوا في واحد المجموعة من أنشطة أخرى، منها الجداريات، قمنا بواحد المجموعة من الجداريات على مستوى الحي، وباقي يعني باقي كاين نشاط آخر. غدا ان شاء الله انه غنكونوا غنديروا واحد المحتوى ديال الاطفال، غيكونوا انشطه ترفيهيه ديال الاطفال ديال الساكنه اللي كاينين هنا في الحي، وغتكون حتى واحد خيمه تواصل، يعني غيكون واحد لقاء تواصل ما بين الحرفيه والساكنه والمجلس البلدي واعضاء المجلس البلدي. ومضربا للمثل في العشوائيه وانتشار الازبال والنفايات الصلبه والسائله والغازيه بمختلف اشكالها، مما يجعل ظروف اشتغالنا مزرية وتعرف عدة مشاكل، كما نحمل هما كجمعية للحرفيين للسكان الذين يتقاسمون معنا هذا الفضاء، ونحن واعون بالأضرار البالغة التي قد نسببها دون قصد لهم ولأبنائهم، وهو سبب وجيه كي نفتح معهم باب الحوار الجاد والمثمر للبحث عن حلول تضمن لهم الراحة والطمأنينة والسكينة داخل بيوتهم، كما تضمن لنا كحرفيين ظروفا أفضل للاشتغال مع مراعاة تامة لحرمات الساكنة وحقوقهم. ولهذا نسعى كجمعية إلى تأطير وتحسيس الحرفيين وتوحيد صفهم من أجل تنظيم هذا القطاع وتشريف صورة الحرفي التي باتت سلبية لدى الجميع، وذلك بوضع ميثاق شرف يجمعنا ونظافة الحي والسهر على راحة الجميع، وذلك باتخاذ مجموعة من الإجراءات البسيطة، منها تنظيف الرصيف المقابل للمحل بعد كل حصة عمل. ثانيا عزل النفايات الصناعية الصلبة والسائلة عن النفايات المنزلية واحترام مواعيد مرور شاحنة النفايات. ثالثا الحفاظ على نظافة الرصيف من الزيوت السائلة باستعمال أواني أو حاويات وفراش بلاستيكي خاص بذلك أثناء العمل. رابعا التزام كل الحرفيين بدون استثناء باحترام أوقات العمل وفق مزعجة، وذلك باحترام أوقات افتتاح الورشات في الفترة الصباحية على أن لا تفتح أبوابها إلا بعد الساعة 9 صباحا، واحترام توقيت التوقف عن العمل مساء على أن لا يتجاوز 6 مساء، كما وجب اعتبار يوم الأحد يوم راحة يمنع فيه على أي حرفي العمل، وذلك لتمكين السكان من تمضية يوم عطلة الأسبوع في ظروف مناسبة. خامسا عدم إصلاح السيارات بالملك العمومي ومداخل الأزقة وفوق الرصيف لعدم عرقلة السير والجولان وترك مساحة معقولة من الرصيف للراجلين وأطفال المدارس، كما نطلب من كل الحرفيين الاتحاد والتضامن. لنا نجتمع في هذا اللقاء هذا اللي دعت الجمعية ديال مستقبل الحرفيين لهدف نبيل، هدف وحيد واحد وواحد، هو النظافة ديال الحي. كنسينا قمت نظر سي حسن نمير ولا سي يوسف، هو ان شارع القيروان معروف في زيد، ماشي معروف بعدم نظر، لا معروف في زيد، فين ما قلت شي واحد شارع القيروان راه معروف بحال شارع محمد الخامس، هذا تيقولوا اليوسفيه، شارع محمد الخامس تيقولوا اليوسفيه، هذا شارع القيروان معروف بالسميه ديالو شارع القيروان. الهدف مثلا هو انه اغلق هذا غير الديزوان ايكا انحط في النظافه الحي، انعاون المعاون الجماعة، راه ما يمكنش الجماعة تسكر كل شيء، خصنا نبغي لهذا أيتما أن تزيد تنقر شوية، تزاد، والتصميمات تزاد، كي غتزاد التصميمات كيستي يعني البنيان، تزاد يعني المنازل، يمزدغ، خصا كل شيء، الأطراف اللي مديت تكون له أساس يعني خدام الجماعة، الدسين، النفايات المنزلية، تناول المطرح الجماعي. وبالتالي لا بد ان معيون الجمعيات تعيد افوس عفوس انزداغ تكون محلات كري قالت لي انا كيسكر كريميك كريميك كرداس هاتي 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 فل المقرض هاتي وليت هنا تسمو دميت وليت هنا تسمو دميت يا ناس زر اسمو اسمو دميت حتى قال سيدي ربي سبحانه وتعالى غير الادب غير كي غير سيدي ربي هادو قال مدنا الله اكبر فيديروا الصف ما كان لا بوليس لا جدرمية لا خزنية لا والو كلشي كيدير الصف
الاف ديال هاد الزرام الزرام مصلى غيلا كاين يعني المدن الله اكبر نعدي غنا الصلاه الجامعه بالدميت سكر الصف ولكن غير تسموت ميد كي كجمعيه ولا غير تنيت قالت تسموت غلا تيران ولا على كرن بلاصه ورسلت الهدف غنلقى الجمعيه كاع عمل تنظيمي تخصيصي وبالتالي حنا في المجلس الجماعي نشد على هذه الجمعيه تطلبها باش تعاود تستمر في هذه اللقاءات يعني اللي هي لقاءات تخصيصيه لقاءات تربويه على اساس ان يكون حي نظيف. انا غنقول لكم غير شي هاد الحويجه اللي قال السي حسن خمسه النقاط الا استطعنا نديرو فيهم غير نقطه ولا جوج ولا ثلاثه الى حين ثاني عاود نعقدو شي لقاء اخر ونشوفو اشنو 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 قلنا بحال مثلا مثلا يعني بنادم يطيح في الطوموبيل يعطي الكاميون يراه بلاصي هذيك بلاصي يعوج ولكن استخدام بلاصه ما حكات ما حات الزري اشنو غير نفسو غراس ريسكي الحركه وفي الحركه دي بركه هذه غير نفسو غراس هذا ريسكي الزري اللي كيغو يحرقو في عضيلات الكاميون بلاصي غير هاد البلاصه الشيء ديال بنادم بلاصي استخدام الطوموبيل تاع كذا اخره هادي هو حمص الزري ولا الزري حقيقي ولا الزري ما يتضرر يتضرر سفن الحي التجار الحي صا غرس اتنج اي متنفس كي الزري اللي باش بلاد اللي حنا شارع القيروان كي الزري بمعنى انه تير هذا بلاصه غير اللي غادي تزري تحت كيف مثلا شارع 30 تحت كيف شارع محمد الخامس في يوسفيه ممكن ازري وبالتالي هالنقطه اللي زوالنا تتبسط